Good evening, I'm Paul Fraser and this is the latest news from Bahrain International. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa patronised the presentation of the third Isa Award for Services to Humanity 2015 to 2017 to the Egyptian Children's Cancer Hospital Foundation. His Royal Highness the Prime Minister, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, attended the ceremony held yesterday evening at the Isa Cultural Centre. His Majesty the King was welcomed on arrival at the venue by Deputy Premier, Isa Award for Services to Humanity Board of Trustees Chairman, Sheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الاحتفالية المباركة التي نستذكر خلالها الخصال الحميدة والمآثر الإنسانية النبيلة لصاحب الجائزة والد الجميع وباني نهضة البحرين الحديثة صاحب العظمة سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه. لقد قطعت جائزة عيسى لخدمة الإنسانية مشوار دوراتها الثلاث كجائزة عربية عالمية بنجاح، وذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل الرؤية الملكية الحكيمة التي أنشأتها وبثت بها روح التسامح البحريني الأصيل، وبفضل الجهود العديدة المتواصلة التي أرست لها أسساً وتقاليد عمل محكمة تفردت بها في النظرة إلى العمل الإنساني الخالص لوجهه تعالى دون التمييز بين البشر. صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم، خير بداية لحفلنا المبارك
The ceremony commenced with a recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة His Majesty the King then delivered the following speech بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشهد معكم في هذا اليوم نتائج أعمال جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة التي تطل علينا بحلول شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى ورحمة وكرمنا بصيامه وقيامه داعين الله أن يجعله شهراً مباركاً على وطننا وشعبنا العزيز بالمزيد من الخير والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات نستذكر في هذه المناسبة المباركة صاحب العظمة الوالد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه ونستحضر خصاله الإنسانية وشمائله النبيلة
وسجاياه العظيمة التي اتصف بها رمزاً للوطن، وباني عزه ومجده، وقائد مسيرته لثلاثة عقود شكلت نقلة حضارية في تطور مملكة البحرين السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إننا ننظر بكثير من الاعتزاز والتقدير للدور الذي تقوم به هذه الجائزة الرصينة لخدمة الإنسانية بعد أن تعدت حدود المكان وحققت الغاية من إنشائها منذ انطلاقتها في تخليد ذكرى والد الجميع رحمه الله، تجسيداً لما حباه الله به من تواضع جم وتواصل مع أبناء شعبه وحب لفعل الخير ومساعدة كل محتاج، بصفاته السمحة التي أكسبت محبة واحترام وتقدير الجميع. وأن هذه الجائزة تمثل ما يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصور من انسجام وتآخي وتسامح ديني وثقافي وفعل الخير وخدمة الإنسانية والإسهام في تقدم الإنسان ورفاهيته. إننا نعبر عن سعادتنا بأن ينال الجائزة في هذه الدورة صرح كرس عمله وجهده في علاج الأطفال والبحث في أسباب وشفاء مرض خبيث وفتاك، إضافة إلى أنه في بلد عربي شقيق نعتز بما يربطنا به وقيادته الحكيمة من علاقات أخوية متميزة. هو مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة. ويسرنا أن نعرب عن خالص تهانينا للأستاذ الدكتور عم عزة سلامة رئيس مجلس الأمناء والمستشفى والقائمين عليه بالفوز المستحق بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، وأن نقدم الشكر والتقدير لجهودهم الخيرة، متمنين لهم التوفيق وحسن الثواب. كما يسرنا أن نشكر القائمين على الجائزة وعلى رأسهم سمو الأخ الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على ما بذلوه من جهد وعمل واختيار موفق. وفي الختام نسأل الله أن تستمر هذه الجائزة في دعم وتشجيع أعمال البر والخير التي تخدم الإنسان أينما كان، مخلدة ذكرى فقيد الوطن والإنسانية صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. The Deputy Premier Sheikh Mohammed bin Mubarak Al Khalifa delivered a speech in which he thanked His Majesty the King for patronizing the award. He said the ISA Award for Service to Humanity has become an international award for those in the field of humanitarian service who bring hope to the needy wherever they exist. He said the award is for those who restore happiness, hope and opportunity and who save others from suffering, pain and destitution. The Deputy Premier said the award is inspired by His Highness's qualities and his fondness for good deeds which were inherent in his virtuous career,
who was an example of compassion and a symbol of generosity and altruism. He said the award takes forward the service of human values without requiring or making a distinction between geographical areas or any category over the other. He added that the methodology adopted by the jury committee was based on criteria including quality, transparency, and breadth of service. The Board of Trustees reached the decision after the consideration of 137 competing projects. He said the winning organization has demonstrated its ability to secure donations and grants from individuals, institutions, organizations, and countries through wide-ranging awareness and mobilization campaigns that touch the hearts of millions of people. بغاية إسعاد الفئات المنكوبة والمحتاجة حيثما وجدت وبما يعيد لها البسمة والأمل والتشبث بالحياة ويخلصها من المعاناة والألم والحاجة والحرمان وسواء انتظم أولئك الجنود المخلصون في جمعيات أو هيئات فإن الذي يوحدهم ويحفزهم على البذل والتضحية بإيمان ونكران للذات هو أعلاهم لنفس القيم النبيلة التي اقتضتها هذه الجائزة التي تحمل اسم والدكم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة مستلهمة سجاياها الإنسانية والنزوع نحو فعل الخير المتأصل في سيرته العطرة حيث كان مثالاً للعطف ورمزاً للكرم والإيثار كما عرفه شعبه قائداً وطنياً، حكيماً ومصلحاً اجتماعياً، عادلاً في حكمه، مصغياً للمستضعفين، آخذاً بيدهم. يحث على البر والإحسان ونجة الضعيف بما اتسم به من سماحة ونفس كريمة قريباً من أداء شعبه الوفي. لقد ذاع صيت هذه الجائزة التي أحطتموها باهتمامكم منذ تأسيسها وباتت مشهورة بأعمالها وحرصها على التقصي والفحص والاختيار فمن الطبيعي أن تنال الثناء واعتراف وتحظى بأشكال الترحيب والإشادة في المحافل والهيئات العامة في صميم الخدمة الإنسانية حازت هذه الجائزة بأهدافها وأبعادها الإنسانية على من يبشر بها ويدعم مقاصدها ويشرح أهدافها بين مساندين وداعمين لها وهي تمضي قدماً على نهج الخير والوفاء خدمة للقيم الإنسانية دون اشتراط أو تمييز أو مفاضلة بين منطقة جغرافية أخرى أو فئات دون غيرها هي في منأى عن اعتبار لأي انتماءات عرقية أو مذهبية أو دينية وعلى أساس التوجه القويم استمر وهج جائزة عيسى للخدمة الإنسانية وعم صيتها الأفاق البعيدة حازت المصداقية بمنهجية العمل التي تعتمدها لجنة التحكيم بالاحتكام إلى معايير قائمة على محددات الجودة والشفافية فعلى هدى من إبراز توجيهاتكم في هذا المجال واحتراماً لروح ونص المرسوم المحدث للجائزة انكب مجلس الأمناء ولجنة التحكيم على مدى حوالي سنتين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أحسن وجه وبما يرضي ضمائرهم ليكونوا أهلاً لثقة جلالتكم وأصدروا حكماً نزيهاً في مستوى آمال المشرفين على المشاريع المتنافسة البالغ عددها 137 مشروعاً ممن يتطلعون إلى نتيجتها وتعتقد اللجنة وقد أنهت عملها بخصوص الدورة الحالية أنها مطمئنة لسلامة اختيار المشروع الأجدر بالتكريم والفوز من بين الخمسة مشاريع التي تم اختيارها ولقد تشاور الأعضاء فيما بينهم مطولاً وتبادلوا الرأي الصريح ونظروا بعين فاحصة وعادلة وموضوعية في الترشيحات والمشاريع المقترحة التي استقصوا تفاصيلها وكيفية عملها من خلال التتبع والمعاينة الميدانية بحثاً عن المشروع الأفضل والأشمل والأكثر استيفاءً للشروط والمواصفات المطابقة لأهداف هذه الجائزة كما يسرني أن نعلن أن جائزة الدورة الحالية آلت إلى مؤسسة طبية اعتبرتها اللجنة مستحقة بكل المقاييس في أهدافها وأسلوب عملها وإداراتها وبرامجها المستقبلية
فضلاً عن استفادة شرائح عريضة محتاجة لخدماتها الإنسانية. برهنت المؤسسة الفائزة على قدرة فائقة في استحقاقها للمساعدات والهبات والتبرعات من الأفراد والمؤسسات والمنظمات والدول عبر حملات التوعية وتعبئة تلامس بخطابها المؤثر قلوب الملايين من الناس بشعارة محفزة في وسائل الإعلام تنهال على أثرها التبرعات والهبات. وتؤمن لجنة التحكيم أن شروط الاستحقاق توفرت في المؤسسة الطبية النموذجية مستشفى سرطان الأطفال التي تتكفل بمعالجة الأطفال المصابين بداء السرطان في جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة، مسجلة معدلات عالية من الشفاء بفضل الله في هذا المجال. الحضور الكريم، إن هذه المؤسسة الخيرية التي هي واحدة من بين المستشفيات في العالم المتخصصة في علاج كل أنواع سرطان الأطفال، هي نتاج الإرادة التطوعية الطبية ودليل ملموس على أن الخير ملازم للإنسان لا يحيد عنه كلية في كل الأحوال. هكذا تحول المستشفى إلى وجهة للأطباء والإخصائيين من مختلف الدول، وفيه تلازم العلاج والاستشفاء في البحث العلمي آملاً في استئصال المرض الفتاك والحد من انتشاره. صاحب الجلالة، إن مملكة البحرين بقيادتكم سعيدة بقرار عرف كيف يجازي الخير بالخير. إنه إنجاز يعمق في ضمائر البحرينيين الإيمان بواجب فعل الخير، مستحضرين دائماً القدوة والمثل الأعلى من والدكم المشمول برضاه الله، والذي ستظل هذه الجائزة مقترنة باسمه وذكراه ما دام فعل الخير موجوداً على هذه الأرض. وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الإنسانية وسعادتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الجلالة، أيها الحضور الكريم. His Majesty the King and the attendees then watched a documentary film in tribute to the late Emir, His Highness Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa. إنها البحرين، يوم 16 من شهر ديسمبر عام 1961، يوم تاريخي طوق فيه الشعب بمشاعر الحب والتأييد والفرح قصر القضيبية بالعاصمة المنامة، الذي تحتضن قاعته الكبرى حفلة تنصيب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكماً للبحرين. أيها الحفل الكريم، حضرة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يلقي كلمة اعتلائه بلاد آبائه وأجداده. أيها الحفل الكريم، إننا في هذه اللحظات ونحن نتوجه إليكم بأول خطاب بعد تولينا حكم البلاد، نرى أن ما يجب البدء به هو الإفصاح عما نحسه من شعور الامتنان لكم ولكافة أفراد شعبنا الوفي الكريم على ما أظهره من استبشار وغبطة بمناسبة اطلاعنا لمسؤولية الحق. ونحن نبدي بأننا تنسعى ما وسعنا السعي لأن يكون عهدنا عهد رخاء وصفاء واستقرار وازدهار لهذه البلاد العزيزة في شتى الميادين. منذ خطابه الأول إلى شعبه وفي مدى 38 عاماً من توليه مقاليد الحكم في البحرين، بلور الشيخ عيسى بن سلمان باقتدار وهمة وجلاء مفاصل سيرة شخصية متألقة لافتة وركائز مسيرة تاريخية بالطموحات والمشاريع والإنجازات زاخرة.
على أرض البحرين وفي هذا البيت العربي العريق البسيط ولد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يوم الثالث من شهر يونيو عام 1933. هو الابن البكر لوالده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي حكم البحرين من عام 1942 إلى عام 1961. تلقى تعليمه على أيدي كبار أساتذة التعليم في البحرين وأجاد اللغة الإنجليزية التي درسها وتلقى أصولها في بريطانيا. شغف بقراءة كتب التاريخ والأدب ومطالعة الصحف والمجلات العربية والأجنبية وحضور مجالس جده ووالده كي يستمع إلى أحاديث الحاضرين من الساسة والأدباء ورجال الفكر، فنال من كل ذلك مستوى عاليا من العلوم والمعارف والثقافة العامة. عند منتصف القرن العشرين تقلد الشيخ عيسى بن سلمان العديد من المناصب والمسؤوليات التي من شأنها تهيئته وتعزيز قدراته كقائد مستقبلي للبلاد، حيث تم تعيينه عام 1953 في مجلس الوصاية ثم رئيساً لمجلس العائلة الحاكمة ومجلس الري. عام 1952 عين رئيساً لبلدية العاصمة المنامة. في الخامس من يوليو عام 1957 عين ولياً للعهد وكان عمره حينها 25 عاماً. فور توليه الحكم عام 1961 باشر الشيخ عيسى بن سلمان مهمة تنفيذ المشاريع المعنية بخدمة شعبه، موجهاً إلى أهمية البدء بتشييد المبنى الدائم لبلدية المنامة والذي تولى افتتاحه عام 1962. ثم أبدى اهتماماً خاصاً بالتعليم عكسته توجيهاته بضرورة إنشاء المزيد من المدارس في أرجاء البحرين وتأسيس المعاهد والكليات والجامعات، متيحاً بذلك للتعليم العالي أن يتألق في البحرين منذ عام 1966. وقد تجلى حرصه البالغ بالتعليم في تبنيه مشروع عيد العلم الذي بدأ عام 1968 واحتضانه الاحتفال به سنوياً كي يتولى شخصياً مهمة تكريم الخريجين والمتفوقين من طلبة العلم ومن رواد التعليم في البحرين. كان المجال الصحي والرعاية الصحية للمواطنين من أولوياته، فقد شهد عهده إنشاء كلية العلوم الصحية عام 1976 وإنجاز العديد من المشاريع والمرافق الصحية، أبرزها مركز السلمانية الطبي الذي تولى افتتاحه عام 1978 والمستشفى العسكري عام 1979، كما وجه إلى بناء مراكز صحية في مدن وقرى البحرين توفر الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين دون مقابل. وضع الشيخ عيسى بن سلمان في مقدمة مبادئه الإنسانية لإسعاد شعبه مبدأ أن يمتلك كل مواطن بيتاً خاصاً به وبأسرته، فعمل مبكراً على تحقيق المبدأ بوضع خطط لبناء مدن حديثة وتنفيذ مشاريع إسكانية في كافة مناطق البحرين، إضافة إلى وهبه الأراضي للمواطنين وتيسير تقديم القروض طويلة الأمد اللازمة للبناء. ويعد بناء مدينة عيسى أول مشروع إسكاني يقام في البحرين والمنطقة في عهده، فقد أمر بتخصيص الأرض لتشييد المدينة وتولى افتتاحها في 13 من نوفمبر عام 1968. إنه يوم افتتاح المدينة، صاحب العظمة يشرف مكان الاحتفال. أعلن افتتاح مدينتكم داعياً الله تعالى أن يجعلها دار خير وبركة لساكنيها
من أبناء شعبنا. ثم قدم عظمته مفتاح المدينة إلى أول ساكن بها. حقق الشيخ عيسى بن سلمان منجزات خالدة في تاريخ البحرين وذاكرة أهلها. ففي عهده استكملت البحرين استقلالها عام 1971، وأنجزت دستورها عام 1973، وتبوأت مكانتها بين دول الإقليم والعالم وعضوية الأمم المتحدة. رحم الله سمو الأمير الراحل وطيب الله ثراه. الحضور الكريم، الآن مع كلمة المحكمين يلقيها معالي. The award jury member Dr. Louis Amado then delivered a speech. Your Majesty, Your Royal Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, it's my great pleasure and my honor to address such a singular audience on behalf of my colleagues, the members of the jury of the ISA Award for Humanity, for Service to Humanity. And express our gratitude to Your Majesty on giving us such a trust to select the five candidates, the final five candidates to this award, fruit of your generosity and of your inspiration. Since you decided to create this prize, this award in 2009, the world did change dramatically. And we assist to new dynamics of political, geopolitical disruption with huge social, economic, and financial impacts. And the increase of natural disaster associated with this disruptive effect of new dynamics of crisis contributed to a new proliferation of humanitarian crises never seen since the end of the Second World War. So I stress this point because it underlines the importance, the opportunity, the merit, and the singularity of a award that is focused on humanitarian action. Because we need a new attention to humanitarian dimension. And this award is really, in its singularity, focused on humanitarian action. Certainly, it's a small light in the darkness of human beings suffering all over the world. It's important, certainly, for those institutions and individuals that receive it. But it's mainly important in my view, in our view, because it signals the attention, the sensibility we need to give to individual suffering behind the collective dimension of human tragedies. The individual suffering. This year, the hospital, the Children's Cancer Hospital, also known by 57357, the number of the count, appeared to all of us, members of the jury, as meeting all the criteria identified by the royal decree that instituted this award. The hospital was an idea created
in 1999, but only opened in 2007. It's a non-governmental organization. It's a foundation financed, supported by individual donations and contributions. And it expanded so fast that it became the most important hospital of this kind, not only in Egypt, but in all the region. And I think you all agree with me that dedicate life to alleviating the suffering of children is the most noble of human being tasks. And this institution, its daily life is this, alleviate the suffering of children. Finally, I want to thank the Board of Trustees and its chairman, His Highness Sheikh Mohammed Mubarak, as well as all the members of the Secretariat, and particularly also our Secretary General, Mr. Ali Abdullah Khalifa, in its infinite gentleness and attention. And we thank you, Your Majesty. We thank you very kindly. Thank you. مصر العربية الشقيقة هي المؤسسة العربية الرائدة التي استحقت الفوز بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة بجدارة. A documentary film was screened highlighting the achievements and activities of the oncology hospital. A new day dawns on a city that's as old as time. Cairo, a city that never sleeps but moves with its own rhythm. Cancer is one of the most dreaded diseases affecting children in Egypt, claiming lives of young children and robbing them of their future. And so for many children and their parents, the future is a matter of serious concern. It's a place they may not want to talk about, but one they cannot avoid. Statistics have their own story. Each day, 46 children are diagnosed with cancer, and one in 330 children are expected to develop cancer by the time they reach 18. In other words, the prognosis doesn't sound positive for 42% of Egypt's population who happen to be children. Dr. Sharif Abul-Nega, the CEO of Children's Cancer Foundation, has had first-hand experience on just how cruel the statistics can turn out to be. He felt so helpless and devastated that he even contemplated leaving medicine for good. What could have been a terrible tragedy instead turned out to be the beginning of something really beautiful. The Children's Cancer Hospital began to take shape as a response to that tragic event and received a major boost through the active participation of ordinary Egyptians. The hospital is unique in the entire Middle East and North African region, even though it boasts state-of-the-art facilities, sophisticated equipment, and highly trained personnel. Treatment here is completely free. And what's more interesting is that the initial donation for this project began with just 50 Egyptian pounds. During Ramadan of 1994, the first major donation campaign was launched and proved to be hugely successful. The donation drive gained increased momentum, and soon the hospital brand became instantly associated with 57357, which was the bank account number for all donations.
His Majesty the King then presented the third ISA Award for Services to Humanity to the Egyptian Children's Cancer Hospital Foundation's Chairman of the Board of Trustees, Dr. Amno Ezzet Salama. بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية إلى معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء المؤسسة. الآن مع كلمة مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة يلقيها معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء المؤسسة. The chairman of the board of trustees of the Egyptian Children's Cancer Hospital Foundation, Dr. Amno Ezzet Salama, delivered a speech paying tribute to His Majesty the King, the award board of trustees and the Kingdom of Bahrain and its people, hailing the deep-rooted fraternal relations. Dr. Salama expressed his pleasure in being in the Kingdom of Bahrain as it is the first country to launch the Abroad Donations campaign for the establishment of the Children's Cancer Hospital in Egypt. He also expressed his pleasure in being in ISA Cultural Center, citing it as a symbol of progress for the Kingdom and its achievements, as well as reflecting the keenness of His Majesty the King in the heritage and history of Bahrain. Dr. Salama stated that the hospital is preparing to celebrate the 10th anniversary of its establishment, adding that the idea of the hospital began in 1998 and the project was designed to give a free charitable healthcare service that provides treatment for the children of the region and not only inside Egypt, as the project has witnessed support from all Arab countries. He stated that through scientific research, the hospital succeeded in providing the latest methods of healthcare and equipment in the field of treatment and diagnosis, in addition to managing to maintain the hospital's resources to ensure the protection of donor funds to treat more children. Dr. Salama asserted the hospital's keenness to continue the development and growth process, as there are plans to complete a wide range of expansion projects. He extended his sincere love to the people of Bahrain and prayed the Almighty to bestow King Hamad bin Isa Al Khalifa with abundant health and happiness. The ceremony was also attended by senior members of the Royal Family, Council of Representatives Speaker, Shura Council Chairman, MPS Shura Council Members, Board of Trustees members, governors, senior BDF, the Interior Minister and National Guard officers, diplomats and other attendees. هذا الصرح العلمي الصحي التعليمي الذي يسعى لمحاربة سرطان الأطفال على مستوى الوطن العربي والذي تحول اليوم إلى صرح كبير يفخر به كل أبناء وطننا العربي الحبيب. ولقد بدأت فكرة بالمستشفى سنة 1998 وكان الهدف من المشروع توفير مستشفى خيري مجاني يقدم العلاج النموذجي لأطفال المنطقة وليس فقط داخل مصر وشهد المشروع بالفعل دعماً من جميع الدول العربية واليوم تحول هذا المستشفى إلى صرح طبي وعلمي يقدم خدماته العلاجية للأطفال مرضى السرطان مجاناً في الوطن العربي كله ويحرص ليس فقط على تقديم الخدمات العلاجية بل مواصلة الأبحاث العلمية والاهتمام بالتعليم والتدريب من خلال عقد العديد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمراكز العالمية حضرات الحضور الكرام إن رحلة 57-357 هي رحلة نجاح طويلة بذلنا خلالها كل الجهد في مكافحة سرطان الأطفال وتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية مجاناً بمنتهى الجودة والعدالة وباتباع المنهج العلمي وهو ما تم تجسيده في اختيارنا لشعار المستشفى رحلة علم هدفها الحياة وهو شعار يعكس رسالتنا ومنهجنا بأن العلم هو الطريق الوحيد لتحقيق الأحلام الصعبة والطموحات الكبيرة والحقيقة أننا من خلال العلم والبحث العلمي نجحنا في توفير أحدث أساليب الرعاية الصحية وأحدث الأجهزة في مجال العلاج أو التشخيص ونجحنا أيضاً في الحفاظ على الموارد المستشفى وترشيد استخدام الموارد
لحرصنا على حماية أموال المتبرعين وتوجيهها لعلاج عدد أكبر من الأطفال، وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على ثقة المتبرعين واستمرار دعمهم لهذا الصرح. وخلال العامين السابقين تم افتتاح بعض المشروعات التوسعية الجديدة، مثل افتتاح 60 سرير جديد بالمستشفى، وافتتاح مستشفى شمال الدلتا في طنطا سعة 60 سرير أخرى. ولأن المستشفى مستشفى 57-357 حريصة على التطوير والنمو المستمر، فإننا نسعى الآن لإنجاز مجموعة ضخمة من المشروعات أو التوسعية، حيث نستعد لإنشاء مستشفى أو ملحق ضخم يضم 300 سرير إضافي، ومبنى للعيادات الخارجية والعلاج الإشعاعي والكيماوي، وأكاديمية للعلوم الطبية، ومركزاً للأبحاث العلمية لمعرفة أسباب السرطان والحد من انتشاره، وبضيافة لأهالي المرضى من الأماكن البعيدة، وهي مشروعات ضخمة تساهم في تحويل هذا الصرح إلى مجمع طبي وعلمي متكامل لمكافحة سرطان الأطفال في مصر والعالم العربي. ونؤكد أن أحلامنا وطموحاتنا ما تزال كبيرة، وأننا نسعى لتحقيقها كلها إن شاء الله بالعلم والتعليم والتدريب، وبمساندة أهل الخير من أبناء مصر والوطن العربي الذين نراهم شركاء حقيقيين لنا في كل نجاح يتحقق داخل هذه المؤسسة. وأخيراً، فإننا نتوجه لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولمجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية ولمملكة البحرين الشقيقة بخالص الشكر على الثقة الغالية التي منحتموها لمؤسسة 57-357 للفوز بهذه الجائزة الكبيرة، وهو شرف نعتز به كل الاعتزاز ويدفعنا لمزيد من الحرص على النجاح والتطوير. كما نتوجه بخالص الشكر وخالص الحب لشعب البحرين الشقيق، وندعو الله أن يديم روابط المحبة والإخوة بين الشعبين المصري والبحريني. كما نتوجه بخلص الأمنيات والدعاء بأن يمن الله عز وجل على جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظه لمملكة البحرين وشعبها الكريم. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The third session winners of the ITA Award for Services to Humanity held a seminar with the representing board of trustees at the University of Bahrain. More in this report now with Yasmin Ibrahim. The third session of the ITA Award for the Service to Humanity, which was granted to the Children's Cancer Hospital in Egypt, held a seminar at the University of Bahrain to honor the initiative for their work to combating cancer. We feel very proud, we feel very honored, and we feel very privileged to have this prize. This is going to take the hospital into more international standards and more international recognition. I think that this and the prize also is going to take, both of them is going to take each other into another era, and we both deserve that.
Being the first of its kind in the Middle East region to honor people and organizations who have made landmark contributions that impact humanity, the winners of the Isa Award for Service to Humanity will name a new building after the late Emir, His Highness Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa. We are going to move more prevention for people, and we're going. We decided that we are going to donate it for improve more the sewage of Egypt, because we have a lot of villages that doesn't have sewage, and this will prevent more cancer. And we are going to put the name of the late king on one of the buildings of the hospital, so everybody coming into the building is going to pray for him and ask God to bless him more and more and more. I'm sure that he is doing that now. The Isa Award is granted every 2 years to exceptional selfless people or organizations to promote the work of extraordinary individuals and organizations and to encourage humanitarian acts of future generations to come. We're very delighted and honored today to receive at the University of Bahrain the honors of the award, the winners of Isa Award to Service to Humanity from Egypt. The Cancer Hospital for Children. It was a great honor to receive them and for them to sit with our staff and students and discuss their experience, this wonderful experience, and how they feel about winning this prestigious award. We were very delighted and honored to have this opportunity to meet with them, and we wish them all the success in the world. The Isa Award showcases how, in the midst of tragedy, there is hope for new life and new beginnings. Reporting for Bahrain International, I'm Yasmin Ibrahim. His Royal Highness the Crown Prince, Deputy Supreme Commander and First Deputy Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa held an iftar banquet this evening at the Bahrain Defence Force, the BDF Officers Club. His Royal Highness was received by the BDF Commander-in-Chief, Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, Minister of State for Defence Affairs, Lieutenant General Yusuf bin Ahmed Al Jalhama, Chief of Staff, Lieutenant General Tayyab bin Sakhar Al Naemi, and a number of senior BDF officers. The Crown Prince highlighted the BDF's many achievements under the leadership of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and praised the BDF's firm commitment to safeguarding the kingdom's stability and safety. His Royal Highness also highlighted the BDF's role in intensifying collaboration with regional and international partners, which he said is vital to maintaining regional security. He extended his best wishes to BDF officers on the occasion of the holy month of Ramadan, remarking that Ramadan plays an important role in reinforcing the Islamic principles of peace and compassion. On behalf of the BDF, the Commander-in-Chief extended his best wishes to His Royal Highness on the occasion of the holy month of Ramadan and expressed his confidence that the people of Bahrain will continue to enjoy progress and prosperity under the leadership of His Majesty the King. The Supreme Council for Islamic Affairs, the SCIA, has lauded His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa's directives to exert concerted efforts to preserve Bahrain's security, stability, religion
and sects, as well as to always seek the best for the homeland. In a statement, the SCIA expressed pride in the directives issued by His Majesty the King, whilst receiving scores of citizens from various governorates who congratulated him on the holy month of Ramadan. The Council highly valued the royal keenness on meeting Bahraini citizens during the holy month of Ramadan, during which the values of fraternity and solidarity prevail, in line with the noble precepts of Islam and authentic Bahraini traditions. The SCIA also highly valued the royal assertion that Bahrain will remain an oasis of security and stability, and a land of coexistence, tolerance, moderation, and openness to the world. The Council affirmed that the royal directives to strengthen the unity, solidarity, tolerance and coexistence, and to preserve the national fundamentals and achievements, respect of pluralism and various opinions, are basic prerequisites for further progress and prosperity. The SCIA also praised the efforts of the government in cooperation with the SCIA and the Sunni and Jafari endowments to take care of mosques, community centres and houses of worship in line with the leadership's vision. The Shura Council Speaker, Ali bin Salah Al Salah, chaired the Council's session today, where it approved the amendments of some provisions of Law 32 of 2010 on the disclosure of financial liability. The Council also approved the Financial and Economic Affairs Committee's recommendation of rejecting the draft law of amending Article 11 of Decree 16 of 2002 on the Office of Financial and Administrative Control. The Minister of Education, Dr. Majid bin Ali Al Nuaimi, approved the exam results of the general and industrial secondary schools. Dr. Al Nuaimi congratulated the WISE leadership on the outstanding results the students achieved, which reflects the support education receives in the kingdom. The minister talked briefly about the main achievements made in the educational march this year, affirming that the ministry continues to implement a large number of training and employment programs for teachers, who are the cornerstone of development.